والأذر العربي كان إسرائيل فقط هي اللي كتاخذ الأذر الرابعة، وأعطت لواحد الفئة معينة ديال العاملين الصحيين استعادة الاستخدام. وفي إسرائيل نفسها باقي ما عندهم حتى شي معطيات مؤكدة على الضرورة ديال الرابعة، الأذر الرابعة، واش هي ضرورية ولا لا، وعلى الفائدة ديالها، واش هي مفيدة ولا لا. من حيث الناحية العلمية اليوم الجرعة الثالثة، الناس اللي عندهم الجرعة الثالثة ثلاثة ديال الجرعة عندهم حماية قوية ضد التحويرات وضد أوميكرون نفسه، من 75% من 70% حتى 80% ديال الحماية ضد الإصابة، وأكثر من 90% ديال الحماية ضد الأشكال الخطيرة. فإذا الجرعة الثالثة اللي تعطات في الوقت ديالها اليوم، راه حنا عندنا حماية ضد أوميكرون، شحال غتبقى هذه الحماية ديال الجرعة الثالثة ضد أوميكرون؟ كنتكلموا على شحال تبقى الحماية ديالو ضد الأشكال الخطيرة، واش غتبقى 6 شهور ولا سنة ولا سنتين؟ ما عارفينش، خص الوقت نشوفه. خصنا نشوفوا أولا الوقت ديال الحماية ديال الجرعة الثالثة شحال غيبقى، وثانيا نعرفوا واش غادي يبان شي تحور جديد ولا لا، وثلاثة نعرفوا واش ممكن مختبرات تخرج شي لقاح اللي يكون خاص الجرعة الثالثة. هذه الأسئلة كلها اللي خص الإجابة عليها قبل ما نقول واش هناك ضرورة للجرعة الرابعة ولا لا. عموما الخبراء كيقولوا على أنه كنعرفوا بأنه ملي كيكون الوقت ما بين الجرعة الثانية والثالثة كل ما كان طويل، كل ما المناعة كتكون أقوى، الحماية أقوى، والمدة ديالها أطول. الخبراء كيعتقد العديد بأنه ربما ثلاثة الجرعة، نظام ثلاثة الجرعة، ربما ما نكونوش محتاجين لا لقاحات جديدة ولا جرعة رابعة، على الأقل بالنسبة للشباب والناس اللي ما عندهمش أمراض مزمنة، على الأقل بالنسبة لهذه الفئة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.